خلطة ستارلينك ويا هاتف تسلا، الله يستر. هذا الإنسان ما يبطل طموح وعطاء إلى البشرية، بس إحنا قبل ما نبدي بتفاصيل هذا التليفون الخارق، شنو رأيكم إن تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وتشاركون الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ممكن. إيلون ماسك أي شغلة يخلي إيده بيها راح تلقى الإبداع وراح تلقى الاختراع موجود. هنا أنا بعد ما أسس شركة تسلا اللي تفوقت بمجال السيارات الكهربائية، بعد ما عجزت شركات هواية وكبرى مثل فورد وجي ام وغيرها من تصنيع سيارة كهربائية بذاك الوقت، إجا إيلون ماسك وصنع شركة تسلا بأحدث التكنولوجيات واكتشف بطاريات خرافية تقدر تمشيك إلى 500 كيلو متر. وبعد ما كانت وكالة ناسا غير قادرة على إرسال الصواريخ إلى الفضاء بشكل متكرر، طبعا هنا أنا بسبب تكلفة الصواريخ اللي كانت تكلف كل شواية، والصاروخ الواحد كان يكلف ما يعادل 100 مليون دولار كتصنيع، وبعد الاستخدام هذا اللي هو الاستخدام الواحد يتفجر وينتهي ويتفلش. هنا إجا إيلون ماسك صاحب الفكرة وصاحب الاختراع وتمكن من إيجاد تقنية يسترجع بها الصواريخ بدون ما يفجر هذه الصواريخ ويهدرها ويخليها تهبط ويعيد استخدامها مرة ثانية، وهذا سبب خفض تكلفة الصواريخ من 100 مليون دولار إلى 200 ألف دولار. وهذا يعطينا فكرة على كمية التحدي والطموح اللي موجود عند هذا الشاب والإمكانيات الغير محدودة اللي ممكن بأي مجال يدخل لها راح تلقاه يبدع بيها. وأكيد يعني هنا أنا من دخل أو راح يدخل خط إنتاج الهواتف، يعني أبل وسامسونج وهواوي، شدوا حيلكم، فأكيد هنا راح تكون لمسة إبداع بهذا الهاتف اللي من المترقب إنه يصدر خلال السنة القادمة أو السنتين القادمة اللي قاعد يشتغل عليها إيلون ماسك. الجهاز الجديد اللي راح يجي اسمه تسلا باي، وهنا أنا الاسم الحلو به إنه مستمد من الرياضيات اللي كلنا إحنا شفناها ودرسناها بمراحل معينة من حياتنا، علامة الباي. فهنا أنا التليفون بالتأكيد راح يجي بتصميم أنيق مثل ما تعودنا وشفناه من منتجات يشرف عليها إيلون ماسك مثل سيارات تسلا وستارلينك وغيرها من التقنيات اللي إجا بيها. فهاي القطعة الإبداعية راح تجي مزودة بأربع كاميرات بآخر التقنيات اللي أنت ممكن تتخيلها، لأنه إيلون ماسك ما يصنع لك فد حاجة يعني بيها تقنية قديمة أو بيها تقنية ناقصة غير متكاملة مثل باقي الشركات اللي دائما تترك لك فد حاجة غير متوازنة بالجهاز. فهنا أنا الجهاز راح يجي بآخر التقنيات اللي موجودة في عالم الكاميرات، والسنسرات اللي راح يستخدمها داخل هذه الكاميرات الأربعة راح تكون من تصنيع شركة سوني بآخر التحديثات وبآخر صيحات التقنية. الكاميرا الأمامية اللي راح تكون مخصصة للسيلفي راح تسجل فيديو بتقنية 4K، وهنا الكاميرا ما راح تكون واضحة وظاهرة للعيان وإنما راح تكون مخفية جوا الشاشة، وهذه الترند اللي راح يجي بيه طبعا إيلون ماسك. لحد الآن ما أعتقد أكو شركات سوته، بس إيلون ماسك قادر وعندي ثقة أنه راح يسويه، وراح تشوفون تصميم الجهاز اللي راح ياخذ الأنظار. أما بالنسبة لظهر الجهاز، فظهر الجهاز راح يكون متكون من الألمنيوم مثل ما شفنا احنا بسايبر تراك وبهواي يعني تفاصيل نص حياته، يعني ألمنيوم إيلون ماسك، صواريخ كلها ألمنيوم، المحركات. فهنا الجهاز تسلا باي راح يتم استخدام به الألمنيوم، والحلو هنا راح يكون مقاوم للضربات والخدوش وبخاصية الشفاء التلقائية، يعني ألمنيوم وخاصية شفاء تلقائية، ما أدري شلون راح ترهم. أما الألوان هنا فوحدها سالفة، هنا التليفون راح يجي مكسي بتقنية الفوتو كروميك اللي راح تخلي هذا الجهاز إمكانية تغيير لونه إلى ألوان الطيف الشمسي الكاملة، يعني ما راح تكون محدد بلون أو لونين مثل ما شفنا بالأجهزة الحالية أو بالتقنيات اللي موجودة الحالية. التليفون راح تتغير ألوانه حسب شدة الإضاءة، لاحظوا وياي مو بس الانعكاسات، شدة الإضاءة
والانعكاسات، بالتالي هنا راح يخليك يعني تصفن على جمالية الألوان اللي راح تكون موجودة بهذا الجهاز. لما نشوف برودكت جاي من إيلون ماسك ومن الشركات اللي موجودة جوا، يعني لابد انه تصير عندنا فد فكرة تخيلية من تكاملية الحاجة اللي راح تجي ولمسة الراحة اللي بيها، لأن كمية الإبداع هذا الشخص يعني غير طبيعية. فهنا أنا التليفون راح يكون بإمكانه أنه يشحن عن طريق الخلايا الشمسية، وهنا راح يكون مزود بخلية شمسية ما موضح بأي طريقة راح تكون، ممكن يكون الظهر هو نفسه ألمنيوم. يعني ملخص الكلام أنه أنت ما راح تنقطع عندك الطاقة وراح تكون على اتصال دائم بأي مكان على الأرض. الشيء الخرافي والشيء اللي انتبهت عليه أنه بشروط الموافقة اللي موجودة على استخدام خدمة ستارلينك، بأنه هذه الخدمة ممكن أنه تستخدم بنقل الاتصالات على المريخ طبعا، وهذا ينطينا هنت أنه إيلون ماسك راح يستخدم أقمار الإنترنت الفضائي أنه ينقل الاتصال من المريخ إلى الأرض، وأكيد باستخدام جهاز تسلا. هذا يعني أنه الجهاز راح يكون متكامل مع أقمار الإنترنت الفضائي ستارلينك، وبإمكانك أنه تحصل على خدمة إنترنت خرافية عالية السرعة بأي مكان على الأرض، وهنا راح تكون على اتصال دائم باستخدام هذه الأقمار، لأن مثل ما نعرف إيلون ماسك عنده أقمار بتقنية المينش اللي راح تغطي كل بقاع الأرض، أكيد يعني ما عدا القطبين الجنوبي والشمالي. وهاي نقطة القوة اللي أحكي عليها اللي موجودة عند إيلون ماسك، اللي يخلي الأشياء متكاملة مع بعضها، مثل ما شفنا مع تسلا ومع خدمات ثانية موجودة طرحها إيلون ماسك. فهنا التليفون تسلا إذا يكون متكامل مع الأقمار الفضائية أو الإنترنت الفضائي، هنا راح تحصل إنترنت عالي السرعة وراح تحصل خدمة اتصال بنفس الوقت، ما يعني أنه أنت ما راح تحتاج سيم كارت حتى تقدر تتصل، ومن المحتمل أنه يكون الاتصال يتم عن طريق حزمة من ضمن حزمة الاشتراك الشهري للإنترنت تدفعها، وبالتالي راح تحصل على خدمة الاتصال وبنفس الوقت على خدمة الإنترنت الفضائي المستمرة بكل أنحاء الأرض. الحلو هنا أنا طبعاً إنه إيلون ماسك راح على شركة أبل حتى يبيع تسلا بذاك الوقت، لأن كان ما عنده فلوس. فتيم كوك بوكتها قال له يعني ما عندي وقت انه اني التقي لهذا الشخص، يعني واصلا ما عبره ولا احترامه الإيلون ماسك، وهنا انا راح تيجي الصفعه قبل خير ما تقعد راحه. فهنا انا شركه ابل طبعا تعتبر المزود الرئيسي لرواد الفضاء، ومعظم رواد الفضاء يستخدمون منتجات شركه ابل بالفضاء الخارجي من هواتف، وهنا انا بدخول إيلون ماسك على هذا الخط، وهذا راح يسبب صداع كلش قوي لشركة أبل بسبب خبرة أبو الخير بمجال الفضاء وأبحاث الفضاء واحتياجات رواد الفضاء، فراح تكون منافسة كلش قوية. وبما أنه إيلون ماسك مخطط أنه ينشئ عملة رقمية مريخية على المريخ، يتم تعدينها على المريخ، فبالتأكيد هواتف تسلا من المرجح أنه تدعم عملية تعدين هذه العملة، توليدها ومن ثم استخدامها أو تداولها أو بيعها على المريخ. وهذا يعطينا همينة هند أنه جهاز تسلا ما رح يجي ببروسيسر هين وشي، يعني بس مجرد بروسيسر ميد رينج أو فلاكشيب، لا، هنا الهاتف رح يجي بأرقى العتاد وأقوى العتاد من ناحية الجرافيكس كارد ومن ناحية المعالجة الرسومية أو المعالجة الرقمية اللي راح تكون بهذا الجهاز إلى آخره، راح يكون مزود بآخر التقنيات اللي تمكنه من أنه يسوي هيك عمليات معقدة وهيك عمليات تستهلك قوة حسابية وقوة معالجة رسومية كلش قوية. شوفوا هنا خليكم وياي حتى نربط الأشياء وشوفكم يعني العبقرية اللي موجودة بهذا الشخص. هنا أنا أبو الخير مثل ما نعرف أنه هو عنده تقنية النيورالينك اللي هي الشريحة الدماغية اللي تصنع بالدماغ لقراءة الأفكار، أو يعني تلويد أفكار جديدة أو نقل أفكار جديدة أو تعليم مهارة، واللي يريد يعرف أكثر عن هاي التقنية فشوف هذا الفيديو بعد ما تخلص هذا الفيديو، لا تروح هسه بعد ما تخلص هذا الفيديو. وهنا أنا أكو احتمالية كبيرة أنه يتم ربط هذه الشريحة الدماغية اللي قاعدة يشتغل على تطويرها إيلون ماسك حاليا مع هاتف
باي، وهذا الشيء طبعا راح يوفر لك تكاملية كلش قوية، وتقدر تستخدم التليفون عن طريق الإشارات العصبية أو بمجرد التفكير بأشياء معينة. خلي نقول إنه بمجرد إنه تفكر تتصل بشخص مباشرة، هاتف تسلا باي راح يتصل بهذا الشخص، أو ممكن أنت تطق صورة وتريد ترفعها مباشرة إلى دماغك أو إلى الذاكرة حتى تتذكرها، راح يكون هذا الشيء ممكن عن طريق هاتف تسلا باي. فالعملية راح تكون عملية تكامل من الجانبين، هاتف تسلا باي وأقمار ستارلينك راح تكون كوسيط بين الشريحة الدماغية وسيارات تسلا. يعني بإمكانك أنه ممكن ترفع خريطة كاملة أو مكان كامل من دماغك إلى سيارة تسلا، ومباشرة سيارة تسلا راح تبدي تقود بهذا الطريق وتوصلك إلى الوجهة اللي أنت قاعد تفكر بيها. يعني فتشي ما يشي للعقل. هذا الإنسان نهائيا ما يستسلم، وإذا يخلي عينه على هدف فراح يوصل له رغم محاولات الفشل. ويقولون هنا أنه الفشل ما هي إلا طريقة من طرق النجاح. فإذا كنت تعتقد أنه إيلون ماسك بس تسلا، أنه إيلون ماسك بس ستارلينك، أنه إيلون ماسك بس سبيس إكس، عيد التفكير من جديد لأن الجاي أقوى. فلهنا لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس وتسوون شير. ها لا تنسون. كان معكم سامر كمان.